نتعرف بحضرتك ان شاء الله. مهندس صلاح عمر عمران، تيتشر اسيستنت في جامعة حلوان هندسة مطرية، حاليا مدرس مساعد، ولكن في الفترة الحالية أنا أجازة من الجامعة. حاليا أنا الأكتنج از هيد اوف ديبارتمنت اوف فيم يونت ان بروجكتس انترناشونال. خلصت الماجستير بتاعي في البيلدينج انفورميشن موديلنج، وحاليا شغال في البي اتش دي. ما شاء الله. طب حضرتك ايه هو البيم اصلا؟ ايه تعريف البيم عشان نبدأ بيه كده؟ البيم البيم هي يعني السحر في الجزء الخاص بالبيم، هو الجزء الخاص بالانفو او الجزء الخاص بالانفورميشن. يعني هي 3 موديل زي ما كلنا عارفين، ولكن لو انت شلت منه الجزء الخاص بالانفورميشن انا شايف ان هو يبقى انت كده ما بتعملش بيم، انت بالعكس انت كده بوظت الدنيا خالص يعني. فالسحر في البيم هو الجزء الخاص بالانفورميشن، كل ما تدي انفورميشن اكتر كل ما تحصل او تاخد كل النيدز اللي انت عايزها من البيم في اي مرحله انت عايزها من المراحل بتاعت المشروع. طيب يعني البيم هو ان يبقى عندي موديل وفي انفورميشن ممكن احتاجها في اتخاذ القرار او في اداره المشروع. بأيا كانت بقى التول اللي انت هتستخدمها في البيلدنج انفورميشن موديلنج، تستخدم الريفت، تستخدم اي سوفت وير تاني، البيم واسع خالص، تقدر تستخدم اي سوفت وير انت عايزه، ولكن السحر في البيم هو الجزء الخاص بالانفورميشن. طيب حضرتك من اول الناس اللي دخلوا في مجال البيم، ممكن حضرتك تحكي لنا كده نبذة تاريخية عن ازاي حضرتك بدأت اتعرفت عليه ودخلت فيه؟ والله هي القصة كلها بدأت في 2006، كان الدكتور أحمد الحكيم جزاه الله كل خير اللي هو كان دكتوري في الماجستير، حاليا هو رئيس قسم المدني في الأكاديمية البحرية، كان هو اللي عرفنا على البيم. كان في 2004 أو 2005 تقريبا كان معانا كورس بيحكي عن البيلدنج انفورميشن موديلنج، كنت أنا لسه طالب في بكالوريوس هندسة مطرية، وكان لسه جاي من كندا، فحكى لينا كتير قوي عن البيلدنج انفورميشن موديلنج وعن ان هو المستقبل كله رايح للجزء الخاص بالبيلدنج انفورميشن موديلنج. فبصراحه يعني كان الموضوع انترستنج جدا ان احنا نسمع عن حاجه كده موجوده، طب فين، طب ايه تطبيقاتها، فبدا الواحد يخش في المجال ستيب باي ستيب يعني. ومشينا في نفس السايكل اللي الناس كلها مشيت فيها، اول حاجه بدانا ان احنا نسمع عن البرنامج، طيب بدأ يشتغل معايا في موضوع الماجستير دكتور أحمد بدأ يقول لي احنا عايزين نتكلم عن نقطة الماجستير بتاعتك ولكن ندخل فيها الجزء الخاص بالبيلدنج انفورميشن موديل. وفعلا كانت ليها مفعول السحر يعني في النقطة ان انت تدخل تول جديد او انفورميشن جديدة تدخلها للرسالة بتاعتك، فعملت فاليو للرسالة كبيرة جدا عن اي رسالة ثانية موجودة. تمام. فبدأت ان اخد اتفضل. التريننج، بدأت بعد كده تمام. اخد تريننج ريف عادي، بدات ان انا اشوف انا عايز ايه اكتر، بدات ان انا اروح ناحيه والله انا عايز اروح ناحيه الديزاين شويه، يبقى ندخل اكتر في الروبوت. بعد الروبوت طب نشوف الكوانتيتي سيرفي، كان في برنامج اسمه كوانتيتي تيك اوف، خلص البرنامج ده وانتهى، ولكن خدته، بدات ان انا اتعلم نيفس بعد كده بنفسي. بعد كده دخلنا في حته البيم مانجمنت، خدنا الكورس بتاع ريفال انستيتيوت اوف تشارتر سيرفير في يو كي بيم مانجر يعني. الار اس فالمنظومة اس. كلها الريكس، فالمنظومة كلها بتكتمل ولكن ستيب باي ستيب يعني. تمام. طب هو الماجستير بتاع حضرتك كان عن ايه؟ الماجستير بتاعي مينلي كانت الفكرة بتاعته الأساسية إن إحنا عندنا أكثر من بيلدنج انفلوب موجودين داخل المبنى بتاعك. تمام. يعني لو إحنا هنطلع للناس بطريقة بسيطة شوية، خلينا نقول إن أنت عندك انواع الخرسانه المسلحه، في كذا نوع من الخرسانه المسلحه ممكن انت تستخدمهم اكوردنج لل خلينا نقول للكاركترستيك سترينث بتاعتك، في كذا نوع من انواع خلينا نقول كذا نوع من انواع الحوائط موجوده في السوق المصري. يعني تمام. مثلا ممكن تستخدم طوب اسمنتي، ممكن تستخدم طوب حراري، ممكن تستخدم طوب احمر، الطوب الاحمر فيه منه انواع كتيره، ممكن تستخدم طوب احمر مع عزل، تمام. ده كده يعتبر متغير من ضمن المتغيرات. في عندك الويندو ممكن يبقى 1 مللي سمك الازاز، ممكن يبقى 2 مللي، ممكن يبقى 3 مللي، ممكن يبقى دبل، ممكن يبقى تمام سنجل. تمام عندك البلاستر، البلاستر ممكن سمك البلاستر يبقى 2 مللي، 3، 4، 5، 6، براحتك يعني. يعني خلينا نقول ان انت
في الديزاين ستيج انا اشتغلت في الجزء اللي هو قبل التوصيف بتاع الديزاين ستيج. يعني خلينا نقول ان الديزاين ستيج بتقول ان هنا في ويندو في المكان اللي احنا فيه ده، ولكن الديزاين ستيج لسه ما وصلتش نوع الويندو ده ايه. تمام. او قالت ان هنا في وول وسمك الوول ديت 12، لكن الوول دي 12 بناء على ايه او نوعها ايه لسه ما اخدوش البوزيشن الناس بتوع الديزاين. فانا شغال في الجزئيه ديت مينلي. تخيل بقى لو انت عندك خلينا نقول مثلا الكيس بتاعتي بالظبط كانت بتحكي في ايه، او عدد البيلدنج انفلوب اللي انا كنت شغال فيها كام بيلدنج انفلوب اهي. يعني مثلا انواع العزل اللي كانت موجوده في السوق المصري في الوقت اللي انا كنت شغال فيه كان في 13 نوع من انواع العزل. كان عندي انواع الحوائط اللي انا حصرتها في مصر كانوا تقريبا 21 نوع. كان عندي 36 نوع من انواع الويندو. كان عندي 8 اورينتيشن موجودين بشكل اساسي اللي هي الاربعه، وفي اربعه على 45، يبقى انت عندك 8 اورينتيشن للبيلدنج. السؤال اللي انا هساله لك، لو افترضنا ان كل الوولز اللي هي خلينا نقول ان ال 21 5 كلهم بالنسبه للديزاين، لو انت جيت سالته هيقول لك اتس اوكي كلهم واحد بالنسبه لي مش هيفرق معايا ولا حاجه. طيب الويندو انهي ويندو بتفضل 1 مللي ولا 2 مللي؟ هيقول لك انا ماليش يعني ما تدخلنيش في الجزء ده، ما تفرق معايا حاجه يعني. تمام. ولكن الخلاصه ان انا عملت او بمساعده ربنا عز وجل فضل ربنا ثم الدكاتره اللي كانوا اشرفوا عليا دكتور احمد الحكيم ودكتور اسامه حسني، بدانا ان احنا نعمل زي هاوس بيلدر كده على الاكسل موديل. الهاوس بيلدر دوت اللي هو على الاكسل موديل بياخد كل الداتا بتاعته من البيم. تمام. يعني انت على البيم بتقول ان انت عندك حيطه وخلاص، زي نفس اللي احنا حكيناه. حطيت ويندو باي تايب وخلاص، حطيت دور باي تايب، حطيت سيلينج باي نوع، حطيت تكييف باي نوع، حطيت اورينتيشن وخلاص ومش عارف الاورينتيشن دي بناء على ايه. الداتا دي زي ما هي بيحصل لها اكسبورت دايركتلي لحاجه اسمها الديسيشن سبورت سيستم بتاعك. تمام. الديسيشن سبورت سيستم بتاعي دوت متغذي بايه؟ متغذي بالتايبس بتاعتك. والله الحيطه اللي هي اللي موجوده في الناحيه النورث مثلا دي في منها 36 نوع، الحيطه اللي موجوده في الناحيه دي في منها كذا نوع، الويندو دوت فيه كذا نوع. تمام. بدات ان انا اضيف البارامتر اللي هي كانت مقفوله عندي في الجزء الخاص بالريفت. تمام. بدات ان انا في اختيارات عندي على الاكسل موديل بتاعي. السؤال بقى دلوقتي تختار انهي مبنى انت بناء على، يعني هتختار مين فيهم؟ هل هتختار الحيطه تايب اكس مع الحيطه تايب واي مع الحيطه مع الاورينتيشن، انهي اورينتيشن فيهم اللي هيوفر لي الطاقه بتاعتي؟ حلو قوي. انت بتبص لها ناحيه ايه؟ الطاقه. في دول ثانيه ما يفرقش معاها الطاقه خالص يا عمر. تمام. في دول ثانيه تقول لك يا عم انا عندي الطاقه متوفره انا عايز فلوس. في تمام. دول ثالثه بتقول لك لا انا ولا عايز فلوس ولا عايز طاقه، انا ليه دعوه بالانفايرمنتال افكت اخباره ايه. تمام. تمام. فعلى تمام. حسب توجه. فاصبح عندي في نهايه الرساله كان في عندي الديسيشن بيتاخد بالثلاثه بارامتر دول. يعني تمام. كان في حاجه اسمها انفايرمنتال اندكس، وكان في عندي حاجه اسمها انرجي اندكس، ممكن كنت تدخل فيه الكوست اندكس ولا لا، بس انا فصلت الكوست عن الانرجي بطريقه ما، يعني مش هنخش في تفاصيلها قوي، ولكن كان عندي ثلاثه بارامتر، كان عندي كوست اندكس، انرجي اندكس، وكان عندي حاجه ثالثه اللي هي الانفايرمنتال اندكس. الكوست اندكس كنت بدرسه على اللونج تيرم، يعني كنت كان في زي حاجه كده ابتدائيه او اول صفحه في البرنامج اللي انا كنت عامله بيسالك عمر المبنى الافتراضي اللي انت عايز تعمل الديزاين بتاعك على كام سنه. تمام. وبتبدا ان انت تحط شويه بارامتر في الـ في الـ في, الـ في البرنامج. يعني انا ممكن ان انا هبقى شايرها معاك طبعا الموديول والهوم بيلدر بتاعي، ولكن في النهايه خالص بيبقى عندي شيت اكسل. الشيت اكسل دوت لو انت قلت له اختار لي البلين كونكريت رقم كذا مع الريفورس كونكريت رقم كذا مع الوول رقم كذا مع البلاستر مع البينت مع الانزليشن مع الويندو مع الاورينتيشن، هيديك الثلاثه بارامتر دول بمنتهى السهوله، هيديك كوست، هيديك انفايرمنتال، هيديك انرجي. تمام. ده الاكسل. حلو قوي. طب انا ايه اللي انا عملته بقى جديد بقى؟ بدانا ان احنا ندخل في الجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، وبدانا ان احنا نعمل مينيمايز لسل معينه، وليكن مثلا انا عايز امينيمايز الكوست قدر الامكان. تمام. فبنختار السل بتاعه الكوست اندكس وبقول له اعمل لي مينيمايز لده، فبيقعد يعمل ترايلز كتير قوي اللي هو برنامج اسمه سولفر او ايفولفر، بيبدا ان هو يعمل لك اتريشن كتير جدا وعدد لا نهائي من الحلول، بيفضل يقعد يعملهم زي يجوزهم كده مع بعضيهم يعني، وفي الاخر بيقول لك الاوبتيمم بيلدنج كومبوننت عشان توفر لك المبنى بتاعك هي ان انت تستخدم المكونات الفلانيه. تمام.
لو انت دوله ممتاز. بتبص على الانفايرمنتال اندكس وبتبص على حاجه اسمها امبودد انرجي وامبودد كاربون بيهموك قوي، بنبدا ان احنا نعمل لك المبنى بتاعك اكوردنج لايه؟ للانفايرمنتال اندكس اللي هو المينيمم. بقول لك تمام اه والله لو انت عايز المينيمم انفايرمنتال اندكس طب خلاص بقى اختار شويه المكونات بتاعه المبنى ده. تمام لو ممتاز. انت رحت الانرجي وعايز بقى الانرجي والانرجي وما دخلتش فيها بالتفاصيل، يعني انا عملت اندكس بسيط جدا لانها ممكن تمرج مع الكوست بطريقه ما، ولكن انا فصلتها لوحدها بطريقه يعني بطريقه ظريفه جدا، فصلتها وخليتها انها بتتكلم لوحدها من غير ما يبقى ليها تاثير على الكوست، فتقدر ان انت تختار المينيمم انرجي بارامتر تقول لي اه والله يعني مثلا من ضمن النتائج اللي انا وصلت لها، انا عملت كيس استادي اللي هي مبنى زي مبنى ابن بيتك مثلا، اه انت معاك اللوح موجوده واللوح ديت انت تقدر تنفذها باي طريقه انت عايزها تمام صح ولا لا؟ هل في اللوحه موجود انت تستخدم انهي انهي طوب ولا انهي ازاز ولا انهي حاجه؟ لا، ولكن الفروق كانت كبيره جدا، يعني الفروق كانت مخيفه، ان هم لو اتحكم في الجزء الخاص بالاورينتيشن من الاورينتيشن رقم 2 للاورينتيشن رقم 3 خفض الطاقه من 20% ل 5%، ممتاز فانت متخيل تمام. الجزء الاورينتيشن بيفرق قد ايه؟ الجزء بتاع نوع العزل بدل التايب رقم 3 اختار التايب رقم 15 لو انت بتهتم بالانرجي، لو انت بتهتم بالكوست، فعلى حسب انت عايز تختار ايه بالظبط. تمام وهو ده اللي انا وقفت عنده في رساله الماجستير بتاعتي طبعا، وعملت بعد كده الفيوتشر وورك ان الناس تكمل بقى على البحث ده، المفروض ان في حد يكمل عليه، ان ممكن واحد بقى ازاي بقى ان احنا نربط ما بين الاكسل موديل اللي هو الديسيشن سبورت سيستم ده ويرجع تاني للريفت للمود. موديل. تمام ممتاز ممتاز. ده المفروض رسالة دكتوراه مش رسالة ماجستير ديت. دي بقى حد بقى يكمل عليا بقى، يعني اللي عايز يكمل علينا يقدر ان هو يدخل في مجال تاني، ان هو يقدر ان هو يسلكت ازاي ان هو يوصل بقى ما بين الاكسل والاتريشن ده، بتتجرب على الريفت ما تتجربش على الاكسل بطريقه مبسطه، لا تدخل في الريفت وتبقى الاوبتمايزيشن تول ديت ازاي تبقى اد ان موجوده داخل الريفت از اد ان. طبعا ده المستقبل، ان الناس تبدا تفكر انها تزود على على الشغل بتاعها. تدخل في تاني مجال حاجه كانت البرمجة. عندي اتفضل. طبعا ان يبدا الموضوع يزيد شويه، تاني حاجه كان عندي مشكله في الامبودد انرجي والامبودد كاربون، كان ما فيش اي اكستراكت ليها او ما فيش اي اكزاكت داتا للامبودد انرجي والامبودد كاربون في مصر، تمام فاضطريت ان انا اجيب الانفنتوري من جامعه موجوده في بريطانيا اسمها جامعه باث، بدات ان انا اخد الانفنتوري بتاعهم مع ان دوت غلط، ولكن هو ده اللي كان متاح بالنسبه لي ان انا اخد الانفنتوري الموجوده في السوق ما فيش غيرها، تتكلم عن الامبودد انرجي او الامبودد كاربون، او ان انت تحسبها لوحدك تعتمد تمام بقى على كالكوليشنز بقى تبدا تحسبها انت بنفسك. ثاني حاجه انا كنت واخد 8 سيستم بس، فيقدر اللي بعدي ان هو يختار اكثر من 8 سيستم، الموضوع انا مختار شويه بارامتر عبيطه جدا، انا مختار ويندو وول بلاستر انتليشن اورينتيشن، طب فين التكييف بقى لما يدخل في الانرجي بطريقه دقيقه قوي لو احنا عايزين نخش في الموضوع ده. في ناس دخلت في الموضوع دوت ولكن كان اغلبهم بياخد 3 4 بارامتر، لكن ما فيش حد اخد الاوفرول بيلدينج شكله عامل ازاي، تمام. يعني لحد دلوقتي انا ما شفتش ان في حد اخد المبنى كله بالكامل فروم اي تو زد، اخباره ايه من حيث الانرجي، اخباره ايه على الكوست على اللونج تيرم، اخباره ايه على الانفايرمنتال افكت، اخباره ايه في الثلاثه مع بعض لو انا عايز اخد قرار يديهم كبرسنتج، اخبارهم ايه كلهم مع بعضهم، لحد دلوقتي انا ما شفتش، يعني ممكن يكون الناس سبقوا وعملوا حاجه زي كده بس انا ما اعرفش بصراحه. طيب تمام، ليه حضرتك ما اتفضل. معلش انا اسف في المقطع. اتفضل. في جزء تاني اللي هو السوشيال فاكتور بقى، يعني في ناس بدأت تتكلم على السوشيال فاكتور ان انت لازم تبدأ تدخله في الاعتبارات بتاعتك، تمام. يعني الويندو اللي بيتفتح دوت لو هو بيبص على الجار اللي قدامك ده ممكن يتضرر ليه، ففي سوشيال فاكتور المفروض ان هو يؤخذ في الاعتبار برضه يتحط كاندكس هو كمان من تمام ضمن الاندكس دي. ففي ناس كتير قوي اشتغلت في ابحاث في الموضوع ده جميله جدا، فيقدروا طبعا دلوقتي طلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه ان هم يكملوا على الموضوع ده. وده صح، ان الواحد ما يبداش من الصفر، يكمل رساله الماجستير اللي قبليه. تمام. طيب شوف اللي قبل وكمل عليه. تمام. طيب ليه حضرتك ما بعتش البرنامج دوت، او يعني ما بعتوش لشركه من الشركات؟ حاليا احنا شغالين دلوقتي انا وفي واحد مبرمج في مصر، مبرمج شاطر جدا خليه كبت باجو،
اوكي شغالين على الموضوع دوت، ان احنا نشتغل على السوفت وير دوت ان شاء الله، ويبدا السوفت وير دوت ينزل في السوق ان شاء ان الله شاء في الله اقرب وقت ممكن. يا ريت، ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله ويقبل باذن الله. طيب باذن الله. طيب ايه لغه البرمجه اللي حضرتك استخدمتها في البرنامج؟ الاكسل، اللغه اللي هي الفيجوال بيزك ابلكيشن، لا لا الاكسل، الاكسل الاكسل نفسه. طيب وحضرتك بقى الاكسل في رساله الدكتوراه ايه في اللي رسالة الدكتور. انا شغال في نقطة تانية خالص شبيهة بنفس نقطة الدكتور هاني، هاني لان انا كلمت كلمته امبارح قلت له انت شغال قريب جدا، نشوف بقى مين فينا اللي هيسبق ان شاء التاني الله. بقى. انت شغال في حتة قريبة جدا من الحتة بتاعتي اللي انا شغال فيها حاليا، mainly المونيتور اند كنترولينج او استخدام البيم. خلينا نقول ان استخدام البيم في حاجه خطيره جدا، يعني في نقطه فاضيه جدا للبحث العلمي في مجال البيم، وهو البيم فور اكزيستنج بيلدينج تمام. يكاد يكون قليل جدا يا عمر. يعني الناس كلها راحت ناحيه البيم فور ديزاين، بيم فور كونستراكشن، لكن البيم للاكزيستنج بيلدينج البحث العلمي فيه قليل شويه. فدي ما منطقة فاضية خالص، يعني أي حد حابب إن هو يلعب في المنطقة دي أنصحه، ولكن أنا مشيت فيها شوية ولكن وقفت نظرا لقلة البحث العلمي في الجزئية دي. يعني تمام الأبحاث العلمية كلها بيم فور كونستراكشن، لو إحنا عملنا إنفنتوري للأبحاث العلمية اللي موجودة في مجال البيم إيه هي؟ كان في رسالة شفتها، ثواني أشوفها لك يا رب ألاقيها إن شاء الله. حضرتك بتتكلم ان مفيش رسالة دكتوراه في المباني المقامة حاليا، سواء مثلا فندق مثلا شغال او مبنى اثري مثلا موجود وعايزين نعمل له البيم بتاعه، فده هنحتاج يعني ليزر سكان غير الليزر سكان كبحث علمي بقى، كبحث يعني علمي. ايه فايده؟ احنا عارفين طبعا الليزر سكان والبيم فور فاسيليتي مانجمنت او فور اسيت مانجمنت، اتس اوكي، ده استخدام من استخدامات البيم ايوه في الجزء ده، تمام ولكن ايه انت بقى هتضيفه جديد؟ تمام في ناس بدات تروح لحته ايه، في ناس بدات تتكلم اللي عن جزء خلينا نقول ان انا عندي مبنى وعايزين نعمله مثلا ريهابيتيشن، مثلا اعاده تاهيل للمبنى ده، تمام والمبنى ده قائم مثلا، تمام وهل المبنى القائم ده هل الكفاءه بتاعته زي ما هي ولا قلت؟ تمام تمام بدات في بعض الناس تانية تخش في الترميم باستخدام البيم. تمام في مساحه فاضيه خالص للجزء الخاص بالبحث العلمي في بيم فور، بيم فور اكزيستنج بيلدينج، لانها مساحه فاضيه تماما. يعني انا بحاول ان انا اجيب لك الرساله اللي او البيبر اللي كانت بتتكلم على البيم فور اكزيستنج بيلدينج، وقد ايه الراجل كان، يعني الراجل عمل رساله بيقول ان البيم مش موجود في الاكزيستنج بيلدينج، بس هي دي كانت محتوى الرساله. يعني تمام بحاول ان انا اجيب لك الريفرنس بتاعها عشان ينفع الناس انها ممكن تطلع عليه. يعني دي الفول تكست اهي، لقيتها، تمام هجيب لك اسمه بالظبط ايه الراجل ده. كان في واحد اسمه إيريك جونسون، إيريك جونسون دوت كان بيتكلم على use of BIM for existing building. تمام اوكي هحاول اجيب لك هو في انهي جامعة بالظبط. في السويد، السويد جامعة في السويد. تمام
كان ديبارتمنت اوف انفورماتكس، ديبارتمنت اوف انفورماتكس، كان عمل زي بيبر في 2014 في السويد، كان بيحكي عن ندره البيم في الجزء الخاص بالاكزيستنج بيلدينج، وكان عامل انفنتوري ظريف جدا الراجل ده، يعني هحاول ان انا اقراه حتى معاك. كان بيحكي على عامل انفنتوري لكل البحث العلمي اللي موجود في السوق، اغلبه شغال في ايه؟ في الجزء الخاص بالبيم. تمام. حلو، هحاول اجيب لك الصفحه اللي هو كان بيتكلم عليها دي اهي. الراجل ده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ادي، يعني كان حتى حاطط دكتور بلال سكر، كان حاطه في طبعا. البيتزا. ان شاء الله. قال لك ده في 2009 2009 2013 الراجل ده كان بيتكلم على ارتيك بريزنتيشن اوف بيم فريم ورك فوكسنج اون براكتيبلتي فور ريال وورلد بروجكتس. تمام. كان في حد تاني مثلا في سنة 93 كان بيتكلم عن الفول سكيل فور بيلدينج انفورميشن موديلنج. كان في حد تاني في سنة 2000 كان بيتكلم على الانتجريتد سي اي سي سيستم يوزنج تو وورلد بروجكت. يعني كان عامل انفنتوري، ولكن في الكونكلوجن بتاعه في الاخر كان بيقول لك ان في ندرة في استخدام البيم فور اكزيستنج بيلدينج. يعني فما فيش مشكلة ان انا ابعت لك بإذن البحث الله. اللي عندي ده، ألف شكر لان دكتور. دوت هيبقى، الله يعزك، عفوك فهيبقى الله. نقطة للناس تبدأ انها تشتغل منه، بإذن الله. عشان تمام ما يا تروح دكتور. يبدأ يروح لحتة فاضية شوية. يعني تمام. لأن يعني في ناس كتيرة بيقول لي إن هو كل ما بيعمل رسالة ويناقش مع الدكتور يقول له لا الحتة دي اتغطت قبل كده، فهو محتاجين نعرف إيه النقط اللي لسه محدش، الأرض الخصبة في مجال البيم اللي ممكن حد يتكلم فيها. بص، هو طبعا في ناس طبعا اعلم مني في الجزء دوت، يعني عندك مثلا ممكن اعرفك بدكتور احمد الحكيم مثلا، ده دكتوري في الماجستير، اشتغل كتير قوي وليه بحث علمي في البم كتير جدا. دكتور محمد نور في الجامعه الامريكيه برضه نفس الحكايه، دكتور احمد عبد العليم في هندسه المطريه، دكتور عادل السمدوني في هندسه المطريه، دكتور اسامه حسني هندسه المطريه وجامعه امريكيه. فالناس ديت كلها شغاله في البيلدنج انفورميشن موديلنج، ده اللي انا اعرفهم. لكن في طبعا ممكن يبقى في اكتر من كده في مصر يقدروا ان هم يريكومند، ولكن اللي انا عايز اطلع بيه في الاخر انت تقدر تشتغل بالبيم اي حاجه انت عايزها. يعني البيم ده بيعمل اي حاجه، يعني فعلا الواحد بقى عنده ثقه فيه ما لا شاء الله. نهائيه. ما حضرتك بقالك كام فانت سنة شغال في مجال البيم؟ مينلي كبحث علمي اشتغلت فيه من 2008، ما شاء الله. في 2000 و في 2011 تقريبا بدات ان انا اطلع من حته البحث لان انا ابدا ان انا اشتغل بايدي. تمام. اشتغلت في الاول، يعني كنا في الاول بنتكلم عن البيم كتير، يعني في الفتره الاولانيه في 2000 2009 و10 11 كنا بنتكلم عن البيم كتير جدا من غير ما نبدا ان احنا نشتغل ونشوف حجم مشروع كبير نبدا نشتغل عليه. ولكن وانس بدات سنه 2013 بدات الدنيا تتفتح كتير قوي، خصوصا في منطقه الخليج بداوا يشتغلوا بالبيم كتير جدا. فكنت بالاول بروح كزيارات لدول الخليج، رحت قطر، رحت السعوديه، رحت الكويت، وبعد كده بدات ان انا ابقى فول تايم على احدى المشاريع في الكويت حاليا، تمام وهو ده اللي انا شغال فيه حاليا المشروع اللي معانا. تمام طيب حضرتك الخبرة الكبيرة بتاعت حضرتك في البيم، ايه احسن فوائد شايفها في البيم؟ يعني البيم ايه الفوائد اللي احنا شفناها في المشاريع، فوائد عملية؟ كفوائد عملية طبعا انت يعني خلينا نقول ان اول حاجة انت قضيت على الطريقة التقليدية اللي كانت موجودة. تمام. يعني الطريقة التقليدية ان هو بيقول لك يا عم اللوحة دي بتاخد يوم او يومين، احنا بنعملها في يوم او يومين وبتتنفذ زي الفل. لا، يا اللي هو بينزل في السايد بيلاقي مشاكل كبيرة جدا. أكيد. انا عندنا استخدام البيم انها تاخد يومين ونص بالظبط لو قلنا بنفس السكيل، تمام ولكن فول كوردينيتد زيرو فلاش بتنزل السايد تتنفذ من غير اي مشاكل. تمام فهي ديت الفرق الكبير يعني ما بين الطريقه التقليديه اللي كانت فيها مشاكل كتيره قوي. وخلينا نقول يعني مش هنتبع نفس الطريق بتاع الطريقه التقليديه ودتنا لمشاكل كبيره قوي، فليه ما نجربش طريقه تانيه؟ يعني تعال تمام نجرب البيم ده، ايه المانع ان احنا نجربه؟ يعني طب ايه في المشاكل الاول التانية؟ كان في ايه المشاكل التانية اللي البيم حلها؟
مشاكل البيم حلها اول حاجه طبعا الكوردينيشن، يعني دي كانت الخبطه الكبيره يعني للناس اللي هي شغاله كوردينيشن بالطريقه التقليديه. لا اصبحت الطريقه سمارت جدا، وتبدا ان انت تشتغل بمنتهى السهوله قصه الكوردينيشن. طبعا التواصل ما بين الناس اصبح اكبر بكتير قوي من الطريقه التقليديه، يعني احنا على طول مع بعض، يعني تمام ما بيقدرش واحد فينا يشتغل لوحده. تمام طبعا الكوميونيكيشن زادت جدا، زادت لدرجه انها بتعمل مشاكل. تمام ممتاز. فدي اكبر ميزه، يعني ان اصبح في كوميونيكيشن ما بين الراجل الاركتكتشر اللي شغال اركتكتشر مش شغال لوحده، اللي شغال استراكشر لا ما تتحركش غير لما تقول لي، ما تفتحش غير لما نعمل مع بعض. بيبقى في ورك فلو ظريف جدا بنبقى ماشيين عليه، فبيريح الكل. يعني لو الناس اتعودت عليه بيكتشفوا بعد كده ان لا ده افضل بكتير جدا من الطريقه التقليديه. الكوست طبعا انا شايف انها الكوست هي اوفر، يعني اوفر من الطريقه التقليديه. لو قلنا ان المقاول هيعين على حس المشروع دوت، هيعين عدد خلينا نقول خلينا نقول 10، باستخدام البيم انت تقدر تعين 8، فاعتقد ان انت هتوفر في الكوست بتاعت المشروع اوفرول. تاني حاجه التايم بتاع المشروع، اعتقد ان انت هتوفره بطريقه كبيره جدا لو انت اشتغلت بالطريقه التقليديه. يعني انا شايف ان في فرق حوالي 30% زياده في الوقت تقريبا. تمام. طيب حضرتك اتكلمت عن الوقت وعن التكلفة، طب الكواليتي لا انهي الكواليتي افضل؟ ما فيش كلام، يعني الكواليتي في البيم ما فيش مقارنه ما بينها وبين الطريقه التقليديه. تمام. طب يعني هو ليه الكواليتي مش منتشر؟ ليه مش منتشر؟ اقول لك ليه مش منتشر. اول حاجه ايوه في مشاكل كتيره جدا قابلت سوق العمل، تمام يعني خلينا نقول ان كلنا انا وانت والجيل اللي بدا في مصر، الشباب اللي بداوا في مصر كانوا قبلنا بكتير، بداوا احنا نفسنا ما كانش عندنا الخبره الكافيه في البيم. فخلينا نقول ان احنا جربنا فيهم في الاول، يعني خدنا وقت ان احنا جربنا وغلطنا. تمام ولكن لو قلت ان ممكن اول مشاريع جربت البيم وفشلت فيه، خلي بالك برضو من حاجه تانية، ان الاولد هابتس داي هارد، يعني العادات القديمه بتموت بصعوبه جدا. تمام فانت لما تيجي لحد اشتغل بيم انت كده ضيعته هو، يعني انت قضيت على طموحه يعني. تمام فدي اكبر مشكله بتقابلنا. من ضمن المشاكل اللي هي بتقابلنا برضه تاني، الكاميرا وقفت تقريبا اهو. كاميرا وقفت. تمام. طيب تمام كده، تمام. تمام. طب نتكلم عن المشاكل في الجزء الخاص بالبيم. المشاكل اول حاجه في البدايات بتاعت البيم، اول حاجه كان في رفض عند الجزء الخاص بالكونستراكشن ان هو يدخل البيم ده في الموضوع تماما. يعني البيم لا، تمام. لا ده بيضيع، لا ده بيصرف فلوس، لا ده بيأخرنا، تمام. لا احنا ما بنطلعش الحاجه بالشغل ده، احنا بنطلعها بالطريقه ديت، لا احنا خايفين، لا احنا مش عايزين. ففي كتير جدا مشاريع كتيره جدا هنا حتى على سبيل الكويت، في بعض المشاريع الكبيره هنا في دوله الكويت دخلت في البيم، في بعضهم دخل في البيم غلط، في بعضهم دخل في البيم. طبعا ان انت تطبق البيم في الايرلي ستيج بيكون افضل لك من ان انت تطبقها اللي هو داخل على طول على البيم فور كونستراكشن على طول، تمام فانت اصلا ما عندكش تشتغل ماشي منه. فانت بتبني الموديل فور ديزاين الاول، وبعد كده بتبني الموديل تاني. انت عارف قصه ان في فرق ما بينهم كبير جدا، فان انت تعملها مرتين ما اعتقدش ان المقاول هيصبر عليك الوقت ده. فده كان تمام. سبب من اسباب الفشل بتاع الموضوع. يعني طب ازاي اقدر اقنع المالك بفوائد البيم؟ او يعني واحد عنده مشروع وانا عايز اقول له ان انت لو استخدمت البيم هيبقى افضل ليك كمالك. كمالك عايز اقنعه بالبيم، هي يعني هو يعني عايز خلينا نقول ارقام، اعتقد ان هو عايز ارقام، مثلا ان انا اقول له ان انا في مشروع قبل كده وفرت مثلا 30% 40%، بحيث ان هو يعني انا لحد دلوقتي ما عنديش الصوره كامله، يعني ما عنديش الصوره او الخبره كامله ان انا اقول لك ان الاوفرول المشروع ده، انا عندي مشروع يعني بمشيئه الله تعالى هينتهي في شهر 11 اللي جاي، مستشفى ممكن بعد شهر 11 تكلمني اقول لك اه والله انا صرفت كام على المشروع ده وكلفني كام بالظبط، واديك الفول داتا بتاعت المشروع ده. تمام ممتاز جدا. لكن اوفرول الصوره عندي، يعني لحد دلوقتي انا ما كملتش مشروع لحد اخره من اوله لحد اخره. فالمشروع الوحيد لمستشفى في سكيل كبير وعندي الدوكيمنت بتاعتها ومسؤول عنها هتنتهي ان شاء الله في شهر 11 اللي جاي، فاقدر ان انا
اقول لك المشروع دوت كلفني كام بالبيم، كل تريد كل لوحه وقفت عليا بكام، اقدر اقول لك سعر المتر بعد كده في نهايته قد ايه. ممتاز. المشروع ده شغالينه 3D و4D ولا و5D، ولا يعني شغالينه لحد فين؟ لأي مستوى؟ والله احنا شغالين بيم فور كونستراكشن مينلي، واقفين عند حته خلينا نقول عند حته، يعني ما دخلناش قوي في التايم والكوست. انت عارف ان المقاول غالبا غالبا مش هيكون عنده الوقت الرفاهيه ان هو تو اد التايم تو اد الكوست على البيم، الا اذا كان الاستاف بتاعه هو نفسه عنده الاستاف ده. لكن انا بقدم خدمه البيم منفصله تماما عن المشروع، فهو تمام. الغرض كان من المشروع طلع لي الشوب دروينج بغض النظر عن تو اد تايم او تو اد كوست على المشروع ده. طبعا لو هو عايز يستخدم الموديل دوت بعد ما احنا نخلصه، عايز يأد الكوست، عايز يأد التايم عليه، ينفع طبعا ينفع، طيب لكن في المستقبل ما استخدمناش يعني طيب التايم او الكوست. مين اللي بيهتم اكثر بالبيم، الاستشاري ولا المقاول؟ خلينا نقول الحقيقة ان المقاول عمره ما هيقول انا عايز استخدم البيم، بالذات في المراحل الاولى ديت، فلازم تبقى هي كلاينت نيد من الاول من البدايات. لذلك لما احنا بدأنا هنا كلام عن البيم، بدأنا ان احنا نعمل مؤتمرات، بدأنا ان احنا نخش الوزارات، بدأنا نعرف الهيئات ان في حاجه جديده لازم تتطبق. فاصبحت دلوقتي المانديت في الكويت في بعض المشاريع، يعني مشاريع وزاره الصحه كلها بتطبق البيم بشكل اجباري. في تمام. عندنا هنا حوالي 5 أو 8 مشاريع في الكويت كلهم اجباري بيطبقوا البيم. ليه؟ من لان الحكومة. النيد من فوق، الموضوع جاي القرار بيجي من فوق ان الكلاينت عايز يطبق البيم، عايز الكواليتي تعلى بتاعت الشغل، عايز يقلل من وقت المشروع. لكن المقاول مش هيجي ابدا من نفسه، هو طول عمره يعني خلي بالك ان الكاتيجوري بتاع المديرين والكاتيجوري بتاع البروجكت مانجر كلهم عدى منهم الجزء بتاع البيم. يعني خلينا نقول ان احنا الجينيريشن الاولانيه في الشرق الاوسط مثلا، هتلاقي خبرتنا كلها في البيم ما بين 10 و15 سنه مش اكتر من كده. ما تمام. فيش حد فينا اصبح هو مدير المشروع. لما اقول لك والله لما عمر مثلا سن عمر هيبقى هو مدير المشروع، اقول لك لا، هو المقاول كده هيبقى عايز البيم. تمام. طيب هو بس لتوضيح نقطة، تمام. المشاريع اللي هي تنفذ فيها البيم إجباري في الكويت، هل في قرار رسمي من الحكومة من فوق، ولا هو مجرد إن المشروع ده بيشترط إن هو اللي هيشتغلوا يعملوا بيم؟ لا، كان اللي المشروع بعينه، يعني المشاريع يعني مش اللي زي دبي. دبي لا كان فيه غير زي ما حضرتك عارف. تعميم. لا تمام. مفيش تعميم دلوقتي. القصه كلها عندنا هنا ان في بعض المشاريع بتسند انها لازم تتعمل بالبيم موديل. تمام. تمام. طيب انت حضرتك كنت اتكلمت عن المؤتمرات، ايه اهم المؤتمرات حضرتك شاركت فيها واتكلمت فيها عن ايه؟ والله اول مؤتمر شاركت فيه في البيم هنا كان تقريبا حوالي من سنتين، كان البيك فايف. البيك فايف كان كنا بنتكلم عن البيم وفوائد البيم، كان لسه الموضوع تمام. مش سخن قوي يعني في السوق هنا يعني، فكنا بنتكلم عن البيم ان جنرال. ولكن السنه اللي بعدها على طول بدا يبقى فيه بيم فور كويت، كان اول مؤتمر يتكلم عن البيم بشكل فعلي في الكويت. وكنا حوالي تسعه تقريبا كنا مشاركين فيه، من كذا تمام. دوله ومن كذا كونسلتنت، وكلنا كنا بنتكلم على البيلدينج انفورميشن موديلنج. وكان قبل المؤتمر ده كان في ورك شوب ظريفه لمده 3 ايام كانت كلها بيم، شاركت فيها انا والمهندس ايمن عسوي، كنا كلنا كان التيم ورك ظريف يعني. واخر مؤتمر كان من تقريبا شهر 9 اللي فات تقريبا، كنا بنتكلم كان مع جامعه الكويت ومع مكتب اسمه اس اس اتش، كنا بنعمل رود ماب فور بيم امبلمنتيشن ان كويت. ده كان اخر حاجه في البيم موجوده هنا في السوق. تمام. طب السوق في الخليج عموما متجه ناحية البيم ولا مش متجه، ولا متجه زي طبعا بشكل قوي. لا تمام. متجه ومتجه بشكل قوي جدا. طيب ايه اهم المشاريع اللي شغالة بيم في الكويت، بما حضرتك في الكويت؟ اهم المشاريع عندنا مطار الكويت مع شركة ليماك، عندنا مستشفى العدام تمام من اكثر المستشفيات اللي بتطبق البيم بشكل جيد، ده اللي انا شايفه تمام او رايح البيم بشكل جيد. عندنا مستشفى الصرافية، عندنا مستشفى الجهرة، عندنا الكي سي تي اللي هي مستشفى السرطان، طبقت البيم لمدة سنة وبعد كده اتأخرت الديزاين دروينج وحصلت مشاكل في استخدام البيم، فبدأوا إن هم يرجعوا للطريقة التراديشنال، معرفش إن هم هيرجعوا تاني لأنها ما كانتش زي ما أنا بحكي لك، ما كانتش كلاينت ميد.
كان هو اللي عايز يطبق البيم ده، تمام. لكن كان في قصور في الجزء الخاص من ال 300 لل 400 يعني، فعشان كده ما كانش موجود اصلا ال 300، فانت بتبني فروم سكراتش تقريبا. فعشان كده المقاول بيقول لك انا نفذت مستشفيات قبل كده كتيره بالطريقه التقليديه، فايه اللي دخلني للبيم يعني؟ تمام فدي الجزء الخاص بالمستشفيات عندنا مطار الكويت، وفي مشاريع كتيره قوي في السوق حاليا بدات انها تطلب البيم يعني. تمام حضرتك كنت بتتكلم عن ال LOD، ايه هو ال LOD عشان ناس كتير بتسأل عليه؟ هو في حاجتين يعني، في ال او دي ليفل اوف ديفينيشن او ليفل اوف ديفلوبمنت، development على او حسب انت level of يو كي. detail او level of detail. لا هم اليو كي بيسموها تقريبا يعني، في فرق بين حاجتين، ليفل اوف ديفينيشن او ليفل اوف ديفلوبمنت، في فرق بينهم على حسب اليو كي او الامريكان ستايل، ده تمام ليه مسمى وده مسمى تاني، فعلى حسب انت هتروح لاي من هما يعني. ولكن خلينا نقول ان هو مجموع من حاجتين، مجموع انفورميشن بلس الجيومتري شكلها عامل ازاي، هل الجيومتري ديت مناسبه للمرحله اللي احنا فيها ديت، بلس الداتا اللي موجوده فيها مناسبه ولا غير مناسبه. فعلى تمام حسب، في الليفل بتاعنا دوت ليه شكل في الديزاين ستيج، ويبقى ليه شكل تاني في الكونستراكشن ستيج، ويبقى ليه شكل تالت في الاز بيلت او الفاسيلتي مانجمنت، خلينا نقول استخدامه في الفاسيلتي يعني. تمام طيب ايه اهم الكتب اللي حضرتك شايفها مهمة في مجال البيم لو حد ناوي يدرس بيم او يدرس في مجال البيم؟ ايه اهم والله المراجع الواحد ممكن يستفاد منها؟ اهم حاجه عندي هو يبدا يقرا بقى الباس 1192، يبدا الكود يقرا الريبرتوري. البريتش، يقدر ان هو يخش في البريتش ستاندرد، اعتقد انها خصبه وكتير قوي، البيم بروتوكول بتاعهم الاي اي اي بيم بروتوكول، يقدر ان هو يخش في الكودز ديت كلها، يقدر ان هو يقرا عن البيم مانجمنت من فوق شكلها عامل ازاي. ولكن على حسب، ارجع واقول لك برضو، انت مش هتاخد كل حاجه، على حسب انت سنك دلوقتي، سن بيم مانجر، والله ابدا خش في حته البيم مانجمنت. تمام لو انت صغير ابدا خد الريفت وتعمق اكتر في الريفت، لو انت رايح ناحيه الاستراكشر ديزاينر ديزاين هبدا اقول لك اقعد في الروبوت شويه وليف في الروبوت، لو انت مجالك رايح ناحيه المانجمنت هقول لك روح للنيفس وورك وتعمق في النيفس وورك والكوردينيشن. فعلى حسب انت عايز ايه بالظبط، او شغلانتك رايحه موجهك فين، تبدا ان انت تاخد كورسات تساعدك على القصه دي، وتبدا ان انت تزيد بالتدريج. ممكن واحد تاني يهوى مجال ان هو البرمجه والكلام ده، اقول له خد السي شارب وابدا ان انت تدوس فيها طالما انت حابب المجال بتاعها، لكن ان انت تتعلم كل حاجه هيبقى صعب شويه عليك. اكيد اكيد. طب نصيحه حضرتك ايه الواحد لسه هيبتدي في المجال؟ يعني ناس كتير متخرجين الاسبوع دوت وعايزين نعرفوا يتجهوا لايه، يعني كان لسه جاي سؤال ايه اللي ممكن نبدا بيه بحيث ان احنا ندخل في مجال البيم دوت؟ والله اول حاجه زي ما انا حكيت لك قبل كده، اول حاجه ان هو يبدا ياخد الكورس في مكان محترم، يبدا يسمع يعني، في كوميونتي كتير قوي، اعتقد بيم اريبيا من الحاجات المهمه جدا يعني، اللي هي بدات الله تثري يكرمك، الوطن العربي كله، خلينا نقول حضرتك من اول الناس اللي كتبوا في اول عدد. انا هو اول عدد وخلاص سكت بعد لا كده. حضرتك معانا في اي عدد ان شاء الله، تنورنا في اي عدد باذن الله، في انتظارك. فاللي انا بحكي عليه، الله يعزك، فاللي انا بحكي لك عليه ان هو يبدا مهندس العسوي برضه مستنيينه من اول عدد ولسه. هجيبهولك انا مستنيه. ما تقلقش، كله هي حته الفيديو اللي انت فتحتها ديت هتفتح المجال للكل يعني، اكيد ان شاء الله. يعني ان انا اقعد اكتب دي بالنسبه لي حاجه يعني في غايه الملل يعني. لا ما شاء الله هنفرها ونظبطها ان شاء الله ونحطها في المجلة بإذن الله. انا شايف ان ده افضل بكتير قوي للناس كلها يعني، الناس كلها تمام هتستفيد كده بموضوع الفيديو ده. او بإذن حتى الله لو انت عايز، انا اقترحت عليك قبل كده ان انا اجيب لك كل الناس بتاعت البيم هنعمل اللي موجوده في نعمل الكل، الفكرة دي نعملها ان شاء الله، واعمل لك فيديو لايف اكننا قاعدين في مؤتمر، ونعمل ايفنت ونكلم كل الشباب ديت اللي موجوده. ليه هنعملها ان لا؟ شاء الله، ما تخافش ما تخافش هنعملها، بنخطط لها ان شاء الله. اجيب لك اي حد ليه علاقه بالبيم هنا في الكويت، اقدر ان انا اجيبه لك ويقعد معايا هنا، ونعمل كونفرنس، خلينا نقول لايف للناس كلها، نبدا ان احنا نتكلم عن البيم، اي اسئله في الكويت نقدر ان احنا نجاوب عليها. انت هتشيل قطر، واحد تاني تمام. يشيل لا دكتور حاضر تاني في دبي يجيب الناس بتاعت البيم في دبي، يعني هتبقى الموضوع مثري. هنعملها ان شاء الله، اكيد اكيد هنعملها ان شاء الله يا دكتور باذن الله. تمام. تمام طيب لو احنا قلنا ايه النصايح الاخرى للواحد مثلا شغال بقاله كذا سنه في المجال وشغال البرامج بتاعت البيم وعايز يطور نفسه، يعني هو بيعرف يشتغل سواء مثلا على الريفت او الاركيكاد او تكلا، فعايز يعرف ايه الخطوه اللي بعد كده ممكن يتجه الخطوه اللي ليها؟ بعد كده خلينا نقول ان في عندنا مرحلتين، المرحله الاولانيه ازاي ان انت تتكلم السوفت وير ده، دي المرحله تمام ديت يعني في غايه الخطوره يعني، ازاي ان انت تبدا تكلمه، سواء تكلمه بالدينامو،
او تكلمه بالسي شارب، او تبدا ان انت تخاطب البرنامج دوت، لان اكيد اكيد هتقابلك مشاكل تمام. والبرنامج مش متصمم على هواك انت بس، لا. فازاي ان انت تخلي البرنامج يتسخر لك؟ انت لازم تفك شفره البرنامج ده وتبدا ان انت تخاطبه وتتكلم معاه، اعمل دي بالطريقه الفلانيه اسهل لي من الطريقه دي. فده تمام رقم واحد. رقم اثنين، حته البيم مانجمنت، انا شايف ان ديت هي الهاي ليفل. فالهاي ليفل تروح له بعد ما انت تدمن، او خليك ان انت خلاص انت تشبعت من الجزء القليل دوت اللي هو ليفل 1. ليفل 2 انا شايف ان انت تروح لحته البيم مانجمنت بشكل عام. البيم مانجمنت يعني في غايه الخطوره ومهمه جدا، ولكن مراحل. يعني المرحله دي انت بتتكلم في الريفت، انت كويس جدا في السوفت وير، ولكن مش هتبقى بيم مانجر قبل. فخلينا نقول ان انت تستعد ليها كويس جدا، لان انت في يوم من الايام انت هتبقى بيم مانجر مسؤول عن اداره البيم في المشروع، وهيبقى فيه تحتيك ناس كتيره جدا. خلينا نقول تمام ممكن يبقى تحتيك 100 واحد، ال 100 واحد دول كلهم شغالين بيلدينج انفورميشن موديل. فانت اذا ما كنتش عارف تدير الموديل، اذا ما كنتش عارف تخلي الموديل دوت امن بشكل كافي، لان انت حياتك كلها في الموديل ده، فازاي ان انت تعدي بالبيم موديل دوت لحد اخر مرحله من مراحل المشروع، وتسلم البيم موديل ده وفي كل الكلاينت نيد بمنتهى السهوله، وتحقق كل اللي كان مالك عايزه. لان دي اهم حاجه، ان المالك اكيد كان في طلب من الطلبات كان عايزها، وهو عايز البيم ده ليه؟ تمام. فاذا ما خدش الفايده من فوائد البيم دوت في نهايه المشروع، يبقى انت كده ضحكت عليه. تمام. يعني البيم هو عايز البيم ده اكيد لغرض ما. فالمفروض ان احنا بنكتب كبيم مانجمنت الاي اي ار، البيم مانجر بيقرا الاي اي ار ديت كويس، اللي هي الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت، وبيشوف المالك عايز ايه. المالك ده عايز بيم فور ديزاين، ليه بالظبط فور ديزاين؟ وابدا ان انا اغذي الموديل بالداتا اللي تكفيه في مرحله الديزاين، عشان البيم موديل ده هيروح لمرحله ثانيه. فاحنا نخلي بالنا من انتقال البيم موديل من مرحله لمرحله برضه. يعني انت بتتكلم عن بيم فور كونستراكشن، خلي بالك ان هو هيروح للفاسيلتي مانجمنت البيم موديل بتاعك ده. تمام. فازاي نحافظ على سلامه البيم موديل دوت خلال الانتقال من كل مرحله لمرحله بشكل امن وبشكل مفيد للكل؟ تمام. طيب دلوقتي ايه اهم الجامعات اللي ممكن الواحد يسفها بيم يدرس فيها بيم. يعمل فيها ماستر مثلا او دكتوراه او كده؟ هل في جامعات عربيه بتعمل حاجه زي كده؟ والله بتعتمد على الدكاتره. يعني اهم حاجه انت عارف دكتور معين شغال في الجزئيه ديت وبيحفزك ناحيه الحته دي، ده في مصر. يعني انا عن نفسي انا ليا تجربه في الهندسه المصريه بحبها جدا. يعني كل تمام. الدكاتره في الهندسه المصريه بيشجعوك ان انت تروح ناحيه الجزئيه ديت بمنتهى السهوله. اشتغلوا الموضوع ده اكتر من مره، ولكن اللي انا بنصح بيه كل الطلبه كلها اللي عايزه تشتغل الماستر بتاعه بالبيم، ما اعتقدش ابدا ان الدكتور بتاعك يقول لك لا. تمام. انت شوف هتطبق ازاي اللي انت بتحكيه دوت، البيم هيساعدك ولا مش هيساعدك فيه. انت تمام. ممكن بتاعتك تبقى السكور بتاعها 5 من 10، ولو دخلت عليها البيم ممكن توصل ل 8 من 10. تمام. فهي القصه انت عايز ازاي ان انت تدخل الجزء الخاص بالبيلدنج انفورميشن موديلنج داخل الرساله بتاعتك، وتستفيد من الانفورميشن بتاعت البيم موديل دوت داخل الرساله بتاعتك. لو طيب انت ايه والله اتفضل اتفضل. لا اتفضل اتفضل. لو انت بتتكلم عن بحث ناحيه الاناليسز والكلام ده كله، هقول لك شوف الروبوت بيقول ايه، ممكن الروبوت يفيدك جدا. تمام. لو انت بتتكلم مانجمنت، اربط بقى ما بين المانجمنت وما بين البيم، وادخل في النيفس وورك شويه شويه وشوف هينفعك بايه. تمام. واربط كل دوت بالموديول بتاعك او بالشغل بتاعك اللي موجود. يعني تمام. ايه اهم البرامج اللي حضرتك اللي اشتغلت بيها وحاسس انها قويه وبتفيد في مجال البيم؟ انا شايف ان اقوى برنامج هو الريفت لحد دلوقتي، تمام. عشان والروبوت بعشقه. يعني انا بعشق حاجه اسمها روبوت ريفت. تمام ما شاء الله. هو الاثنين اوتو ديسك. الاثنين اوتو ديسك. ما شاء الله. تمام. بنصح اي حد ينزل تحت مظله اوتو ديسك للامانه، يعني اهبط. ما شاء الله. طب حضرتك كنت بتدرس فترة من فترات في مصر، ايه نصيحتك لو واحد عايز يدخل في مجال التدريس؟ يعني في واحد ممكن يكون متقن للبرنامج بس ما جربش موضوع التدريس ده، فايه نصيحة حضرتك ليه؟ انا شايفها هي هوايه اولا، ان انت تعرف توصل المعلومه ديت. لو انت مش عندك التالنت بتاع توصيل المعلومه للطالب او للي قدامك بلاش. انت بين تمام. مانجر شاطر وليك مستقبل رائع، ولكن ممكن لو دخلت في قصه تريننج وانت ما عرفتش توصل المعلومه للي قدامك بشكل كويس،
اعتقد ان انت يعني هتأذي اللي قدامك ده، ممكن يكره المادة وممكن يكره الموضوع كله من خلالك يعني. فلو انت مش عندك الموهبة ان انت توصل المعلومة اللي قدامك بشكل كويس، ابعد عن التدريس وسيب التدريس للناس اللي هي عندها هواية التدريس ديت، لانها عايزة صبر كبير جدا ان انت توصل المعلومة لواحد ما عندوش اي معلومة عن السوفت وير وتخليه يشتغل بيه. اعتقد ان ده هيحتاج منك مجهود كبير. تمام. فهل انت هاوي الموضوع ده ولا لا؟ لو انت هاويه ابدا بقى امشي في السكه بتاعته بقى، يعني ابدا اسمع كتير، يعني ابدا اسمع من انستراكتورز كتير، شوف الانستراكتور ده بيشرح الريفت بالطريقه دي، وعمر بيشرحه بالطريقه دي، وصلاح عمران بيشرحه بالطريقه دي، اسمعهم هم الثلاثه. طب حضرتك وان بتحب هم التدريس اكتر ولا الشغل اكتر؟ التدريس ما شاء الله ما شاء الله. الاختلاط مع الطلبة بيبقى حاجة كويسة، ربنا يبارك في حضرتك. جميل جدا، جميل جدا توصل المعلومه دي، ده شيء رائع يعني. تمام وثانيا انت بتخاطب، وانت شغال في مجال التدريس انت بتخاطب عقول، تمام تمام ما شاء الله. ما تستصغرش سنهم، لا ده في يوم من الايام ده هيبقى مهندس، وهيبقى مهندس كبير وهيقابلك. فانا شايف التدريس لا افضل بكتير قوي من ان انت تختلط بين فور كونستراكشن او بين فور ديزاين. تمام. طب حضرتك كنت خدت اللي هو كورس ال RICS، فايه رأي حضرتك فيه وايه اهم الحاجات اللي حضرتك درستها هناك؟ والله هو الكورس دوت يعني بيترجم اللي انت بتشتغل بيه بطريقه تقليديه وانت واخد عليه وانت ما تعرفش ايه اساسياته. الكورس خلينا نقول ان هو بيجمع لك دوت بقى، يعني الكورس يعني خلينا نقول ايه، انت بتعمل بين اكسكيوشن بلان، وبتعمل اي اي ار، وبتعمل كل دوت بطريقه مش هندمه او مش بطريقه منظمه. خلينا نقول ان انت تاخد الكورس ده هينظم لك اللي انت كنت بتعمله من غير ما انت عارف ان هو ليه ستاندر او ليه او في دوكيمنت ليه. فانا شايف ان هو بيخليك بروفيشنال في المجال اللي انت شغال فيه. يعني احنا كنا بنعمل فيلم اكسكيوشن بلان، ولكن هو بقى بيقول لك لا، بيشرح لك اصولها جت منين، وموضوعها عامل ازاي، والستاندر بتقول ايه فيها، وموجوده في انهي مرحله من مراحل المشروع، وفي بري وفي بوست بيم اكسكيوشن بلان. فبيدخلك ان ديب اكتر يعني. تمام. هو ايه البيم اكسكيوشن بلان، او ايه فائدته، او ايه اهم النقط اللي فيه؟ والله لو انت عايز تروح لبيم اكسكيوشن بلان ما ينفعش تقولها غير لما تقول ايه هي الاي اي ار الاول. تمام. المتطلبات خلينا المالك. يعني خلينا نقول الاول متطلبات المالك ايه هي. المالك تمام. بيقول والله انا عايز البيم فور ديزاين، انا حابب البيم ده وتمام 100 100، وحابب ان انا اطبق البيم فور ديزاين ستيج، انا تمام حابب ان انا اطبق البيم فور كونستراكشن فور فاسيلتي مانجمنت. تمام حته ان هو بيحب ده بتتكتب دوكيمنت، الدوكيمنت دي يجي 30 40 صفحه كده، اسمها امبلوير انفورميشن ريكوايرمنت او الاي اي ار، دي بتحكي فيها متطلبات المالك للبيم ده. تمام اللي بترد عليها، اللي بترد على متطلبات المالك نقطه نقطه، هي البيم اكسكيوشن بلان. او تمام انت بقى كونسلتنت او كام اول، انت هتطبق اللي الملك عايز ده ازاي؟ اه والله ده انا عندي مكتب بالتقسيم الفلانيه، هنشتغل بورك فلو شكله كذا، عندنا حاجه اسمها كومن داتا اكسشينج، او الانفايرمنتال بتاع الكومن داتا هيبقى شكله عامل ازاي، ازاي التيم كله هيشتغل مع بعضه، هيبقى عندنا بقى سنترال، وهيبقى عندنا لوكال، وهيبقى هنشتغل ازاي كتيم ورك كلنا مع بعضينا. فدي البيم اكسكيوشن بلان. البيم اكسكيوشن بلان في منها نوعين، قبل العطل ما يرسى عليك، وفي بعد. تمام كلنا بنحب اللي هي البري، ليه؟ لان تمام العطل دوت لسه ما رسيش عليا. تمام وانس ان هو رسي عليك وقال لك ان المقاوله ديت معاك، او الديزاين دوت معاك كمكتب او كشركه، تبدا ان انت تعملها مور ديتيل. تمام بدل ما هي كانت 4 ورقات، لا بتبقى 30 40 ورقه، تشرح فيهم ازاي ان انت هتطبق البوم بشكل بروفيشنال. تمام هي يعتبر زي بمثابة عقد، او بحيث لما نختلف نرجع لها. لو هنرجع للاي اي ار، تمام. يعني انا دايما لما بيبقى في خلاف ما بيني وما بين الناس المالك. في الجزء الخاص، لا ما بيني وما بين الناس، لان انا بشتغل بين مانجمنت، بعمل ريفيو للناس اللي شغاله، او بعمل تمام خلينا نقول انا شغلي كله فاليديشن للبيم موديل، ده كل تمام شغلي اللي انا شغال فيه حاليا في البيم مانجمنت. تمام فالجزء الخاص في الفاليديشن انا بريفير دايما للدوكيمنت الاصليه بتاعت الموضوع. الدوكيمنت تمام الاصليه بتاعت الموضوع هي الاي اي ار بتاعتي. تمام البيم اكسكيوشن بلان ديت هي الرد على متطلباتي انا. تمام فلو اختلفت بيني وما بينك، اعتقد ان انا هرجع للاي اي ار. تمام والصح في الموضوع ده ان البيم اكسكيوشن بلان ما تبقاش مفوته ولا نقطه،
من نقط الاي اي ار، يعني لازم تمام ترد على كل نقطه الاي اي ار انت هتنفذها ازاي. تمام طيب بالنسبة تمام، للموبايل فالمفروض ما فاليديشن يبقاش في تضارب ما بينهم يعني يا عمر، يعني في الاصل يعني. الاصل ان هما نفس الحاجة بس بالتفصيل او رد على الكلام بتاع الاي اي ار. تقريبا. طيب بالنسبة لموضوع الفاليديشن، ازاي الواحد يعمل فاليديشن او ايه اهم النقط اللي الواحد لازم يهتم بيها وهو بيعمل تحقق من الجودة او تحقق من الصحة؟ الخطوره في موضوع الفاليديشن جت من فين يا عمر؟ جت من الانتقال من مرحله لمرحله من مراحل المشروع. الخطوره في البيم ان انت عندك البيم دوت، يعني لا يمكن يكون البيم واحد، من يعني البيم موديل بتاع الديزاين ستيج بيتطور. فانت تمام كديزاين، مكتب ديزاين، بتسلم البيم موديل دوت للمقاول. تمام فهل هو فاليد او نوت فاليد؟ انا بقف عند المراحل بتاعت المشروع دوت، بقف عند مرحلة الاستلام من مرحلة الديزاين لمرحلة الكونستراكشن، اخبار البيم موديل دوت ايه؟ تمام هل البيم موديل دوت اور نوت فاليد، سليم ولا مش سليم؟ هل جاهز ان البيم موديل دوت، يعني انا بسأل نفسي 3 اسئلة بالظبط. السؤال الاولاني، هل المالك حصل على اللي هو عايزه ولا لا؟ دي اهم تمام حاجة. تمام تمام هل البيم موديل دوت هل حقق الاي اي ار ولا ما حققش الاي اي ار؟ تمام السؤال الثاني، هل البيم موديل دوت جاهز للانتقال من مرحله لمرحله ثانيه ولا مش جاهز؟ تمام اللي هيستلم البيم موديل دوت اشخاص ثانيه وناس ثانيه، ولازم تبقى الموضوع يبقى ماشي كله مع بعضه واحد، تمام ما يبقاش فيه اختلاف. ما يبقاش مثلا، خلينا نقول ان في كيس من ضمن الكيسز اللي كانت موجوده عندي، ان الديزاين موديل كان مكتوب بالاسباني، تمام يعني الويندو او الدور، يبقى انت كده ما كنتش واخد بالك ان في حد بعدك شغال في الوطن العربي هيعرف، مش عارف يقرا اسباني. ده المشروع ده كان في فهو قطر؟ كان موجود هنا في الكويت. تمام الحمد لله ممكن المشكله عندك شكلها كده. ماشي يا دكتور الله يكرمك. ده طبعا يعني دي من ضمن المشاكل، فما فيش حد عمل فاليديشن وعمل نقطه من اول السطر وقال لا ان البيم موديل بتاعك ده غلط وفي اخطاء ولازم نرد الاخطاء ديت دي الاول قبل ما نبدا ان احنا نعملها شير مع المقاول او مع جهه تانيه. نفس تمام القصه برضه بنعملها تاني في نهايه الكونستراكشن ستيج. هل البيم موديل ده وصل لل3 اسئله وجاوب عليهم ولا ما وصلش ليهم؟ تمام لان هو مش هينفع ان هو ينتقل لمرحله تانيه وهي الفاسيلتي مانجمنت. تمام يجب ان انا بعمل فاليديشن، بطمن على الداتا، بطمن على الكوردينيشن، بطمن على الجيومتري بتاعه البيم موديل، هل الثلاثه تمام 100 100 كلهم كويسين ولا ابدا اخش في منطقه ثانيه؟ تمام طب هل في سوفت قبل وير بيساعد في حاجه زي كده؟ خلينا نقول ان السوفت وير كلها رايحه ناحيه الكلاش راحت الكلاش او الكوردينيشن، لكن ما فيش حد اتكلم مينلي عن الداتا قوي او تمام الجيومتري. يعني انا ما شفتش اي سوفت وير بيتكلم عليهم هما الاثنين، تمام حتى سوليب اعتقد سلام. برضه بيتكلم كلاش، ممكن انه يتكلم شويه عن الداتا شويه بسيطه، لكن لازم تعمله كاستمايز ان هو يتكلم عليها عن طريق معادلات معينه. ولكن يعني دي كنت بفكر فيها كنقطه دكتوراه والله. يعني ما لو في شاء الله مثلا برنامج، مثلا البرنامج دوت ادخل له شكل الشيب بتاعي وهو يقول لي البرنامج ده ال ال او دي دي كام؟ تمام برنامج موجود كده؟ لا انا مش عارف. لا انا ما شفتش يعني هل الصراحه في حاجه زي كده. برنامج؟ هو محتاجين فعلا حاجه طيب ما دي تتعمل. طيب ما انا عندي، كورس زي دوت كده. الكورس دوت لو انا حطيته على البيم موديل ال ال او دي بتاعته كام؟ تمام وريفر، فمحتاجين سوفت وير. السوفت وير دوت يبقى شغال، ممكن يبقى شغال بلغه اسمها الفازي لوجيك. الفازي لوجيك ديت لغه برمجه زي السي شارب وكده، ولكن اللي هو ايه، ما بتجزمش بالحاجه. الفازي بمعنى ايه؟ بتقول تقريبا ده شكل عمر، تقريبا كده بالملامح دي كده، تقريبا دي ملامح الباشمهندس عمر. تمام فالفازي لوجيك بتبدا ان انت تعمل، يعني خلينا نقول انت بتبدا تعمل تريننج للسوفت وير، بتدي له اكتر من كورس واكتر من شكل في ال او دي بتاعته لحد ما عنده الخبره الكافيه ان هو يرد عليك يقول لك دي ال او دي دي كام بتاعت تمام الكورس. فدي نقطة حلوة يعني ممكن الناس تشتغل فيها. ممتاز فعلا، هي نقطة حضرتك كنت اتكلمتني عنها في سوق واقف لو حضرتك فاكر، أنا مع ايمن العسوي. اتكلمت عليها أنا وأنت في دبي، في قطر. في قطر مع ايمن العسوي. كنت حابب إن أنا أشتغل فيها، ولكن هتروح أغلبها ناحية حتة البرمجة أوي. تمام يعني محتاجة واحد مبرمج شاطر يبدأ إن هو يشتغل على النقطة دي. حتى لما اتكلمت في الرود ماب
كان في ناس من هوكتي بايكون، قعدت اتكلم معاهم في النقطه دي، قالوا لي مش موجوده، ما عندناش حاجه بتقول مع ان بايكون عامله شويه سوفت وير خاص بيها، خاصه بايكون بيها. عامله ولكن اتكلمت معاهم في الرود ماب فور للكويت لما كانوا معايا، اتكلمنا معاهم في الجزئيه دي، اتكلمت معاهم مينلي هل في حاجه بتفاليديت الجيومتري، قالوا لي لا مفيش. ده كان واحد منهم. ما شاء الله. انا شفت عندهم برنامج كان قريب من نفس وركس، بس بيطلع التقارير بشكل ادق وبيحدد الاكس واي في قلب التقرير، يعني كان في شوية مزايا كويسة. لا هم احنا عندهم مبرمجين يعني شاطرين يعني. لا، في عندهم شويه ناس شغاله بطريقه تانية خالص، وعندهم برامجهم الخاصه ما بتعتمدش على اوتو بس خالص. هي شركة ألمانية على ما أتذكر. هي شركه، اصلا شركه مقاولات في الاصل يعني. ما شاء الله، كانت عاملة بيم يونت وبعد كده البيم يونت دي اتوسعت. تمام. طب بالنسبة لحضرتك، المشروع اللي حضرتك شغال فيه دوت، ممكن تفاصيل اكتر عنه؟ عدد الناس اللي شغالين معاك، بدأته ازاي، طورته ازاي؟ ليه كده يا عمر؟ طب مشروع قبل كده، مشروع قبل كده يكون مثلا خلص، اللي حضرتك تحبه. خلينا في المشروع ده. المشروع ماشي. دوت هي ظروفه صعبة شوية، في حاجات ليها علاقة بالكونستراكشن، في مشاكل قابلتنا بخصوص العقد، في تمام. مشاكل قابلتنا بخصوص ان احنا استلمنا الديزاين دروينج في وقت متأخر جدا، وكنا لازم ان احنا نشتغل فيه في اسرع وقت ممكن، في كليمز موجودة فيه، في خناقات كتيرة موجودة فيه يعني. ما شاء الله. فممكن ان احنا نتكلم فيه الاورجانيزيشن تشارت بتاعته شكلها عامل ازاي، في عندي ستراكشر تيم، في اركتكتشر، في الكتريكال، في ميكانيكال، التيم كله شغال مع بعضه، ولكن الاستراكشر كان سابق لان كانوا عايزين ينفذوا الاستراكشر، ما كانش متوافر يعني لحد شهر 2 ما كانش متوافر عندي الديزاين دروينج للاركتكتشر او للميكانيكال او للالكتريكال. فخلال السنة اللي فاتت كلها خلصنا ال 1750 لوحة اللي كانوا في المشروع ده، وخلصنا الكونستراكشن غالبا وصل بنسبة 80% في الاستراكشر، وكان كله بالبيلدنج انفورميشن موديلنج فروم اي تو زد، ان شاء ولكن الله. الاركتكتشر والميكانيكال شغالين فيهم دلوقتي، نسبة تمام الانجاز حوالي 40% تمام في الشوب برودكشن بتاع المشروع ده. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقك ان شاء الله ويخلص على خير. واتمنى ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر، تكون حضرتك خلصت الدكتوراه ونتكلم عنها بالتفصيل، إن شاء الله وتكون حضرتك ان شاء الله خلصت المشروع دوت، وناخد الاحصائيات تفيد اي حد بيعمل بحث في مجال البيم ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء ألف الله. شكر يا دكتور، وجزاكم الله وشاكر خير، جدا لوقت حضرتك والمعلومات القيمة الجميلة ديت اللي الواحد استفاد ده منها أنت جدا اللي يعني. جزاك الله كل خير، ده أنت اللي الله جزاك يكرمك الله يا كل استاذ، خير، الله إن يكرمك أنت يا استاذ، توصل للطلبة الصغيرين وللناس كلها بالطريقة السهلة اللي أنت بتعملها ديت، ده مجهود يعني الله يشكر. يكرمك، الله يكرمك يا دكتور، ألف شكر يا دكتور، الله خلينا يكرمك. نقول وخلينا نقول إن كل الناس عندها أفكار حلوة، ولكن مين بيطبق؟ هو ده بقى الكلام ما احنا طبقنا يعني. اهو، احنا تعاوننا مع حضرتك وتعاوننا مع دكتور سامر ومع معاذ بس النجار وعملنا بالعربي اهو. ان شاء الله. كله الافكار موجوده، ولكن اللي يطبق الفكره هي ديت اللي هي هو ده اللي انا اقول لك ان هو القائد بمعنى حقيقي يعني، ان هو يقود الدفه والناس كلها تمشي وتساعده ويلاقي السبورت من كل الناس، هي دي المشكله اللي عندنا. انا يا ريت نفسي مثلا يبقى في حد تاني بدل ما بيتكلم عن البيم، حد تاني يتكلم عن خلينا نقول برامج الاستراكشر اناليسيس كلها، ويعمل كوميونتي للاستراكشر اناليسيس، واحد تمام تاني يتكلم عن الاركتكشر، واحد تالت يتكلم عن الميكانيكال. يعني لو تمام تخيل ان في زي بيم اريبيا ديت، في مثلا استراكشر اريبيا وفي اركتكشر تمام. اريبيا، في يا حاجات ريت احنا يا ريت عايزين يا نعمل، ريت. فروع كتيره للاريبيا ديت يعني. هو ان شاء الله على شهر يناير الجاي في كذا مشروع مستقل، احنا ساعدناهم تمام واديناهم الماتيريال بتاعتنا واخر حاجات احنا وصلنا لها ادينا لهم بحيث ان هم يبداوا منها، وهتلاقي كذا مجله صدرت عن السستينابيلتي، عن واي حد عايز حاجه يتواصل وهنديله كل حاجه احنا وصلنا لها من غير مقابل، فبحيث ان الناس تنطلق وتبدا تعمل حاجات زي كده ان شاء الله. يا ريت ما اقولكش يعني فنتمنى اثر، ده ايه يعني؟ يعني اول حاجه ثوابه كبير جدا، علمه اللي ينتفعوا بيه فعند ربنا عز وجل هو ثوابه كبير جدا، ان انت بتوصل المعلومه للطالب. يعني ما اقولكش الطلبه بتبقى في عرض نص معلومه قد ايه، تمام. يعني بيبقى عنده جزء خاص بالوصول للمعلومه، خصوصا الجامعات الحكوميه المكتبات اللي فيها قليلة جدا، مش عارف يوصل للمعيد، مش عارف يوصل للدكتور، الدكتور مشغول، المعيد مشغول جدا،
لعدد كبير بتاع الطلبه، فان هو يعرف يوصل للمعلومه عن طريق اليوتيوب او الفيسبوك، اعتقد دي حاجه كبيره جدا بالنسبه له. يعني ما اقولكش هم بيقدروا ده قد ايه. تمام، ان شاء الله باذن الله نحاول يبقى لنا لقاء تاني وتالت ورابع مع حضرتك ومع الناس اللي هم اسسوا بهم ارابيا، ونستفاد منهم ونعمل حاجه تفيد الطلبه في كل الوطن العربي باذن الله. وشاكر أهلا جدا بك، لحضرتك باذن الله، الله الله يكرمك. يخليك، أهلا بك، احنا بنحتفل النهارده ب 22 عدد البيم ارابيا، ما شاء الله، والعدد السادس بالانجليزي والعدد الاول اسباني، وان ما شاء شاء الله الله، الفرنساوي أسباني قريب، كويس، والفرنساوي المفروض ان هو خلصان بس بيتنسق ويطلع قريب باذن الله. الله ما يكرمك شاء يا الله. دكتور. طب في حاجة بالصيني طيب ولا لسه؟ والله ليه انا ما اعرفش صيني، انا لقيت حد اسباني عايز يترجم ماشي، فان شاء الله لو لقيت حد صيني هداله. احنا كتبناها بالانجليزي في كل حته في لينكد ان، لو حد عايز يترجم هنبعت له النسخه الانجليزي ويترجم زي ما هو عايز ومن غير طب اي مقابل. هل استعنت بحد في موضوع النشر اكتر منك انت يا عمرو؟ يعني يا عمر، يعني مجهودك انا شايف ان هو فردي شويه. يعني هل في والله حد لا، هو تاني مش غير فرد، مستحيل يطلع فردي. يعني هو معانا ناس متخصصه مثلا في الترجمه، ومعانا ناس متخصصه في المراجعه اللغويه، معانا ناس متخصصه كويس في التصميم، معانا ناس متخصصه في ما شاء الانجليزي، الله. فانا مش متخصص في الحاجات ديت، وهم ناس احسن مني في كل الحاجه من الحاجات دي. انا ما اعرفش اسباني خالص ولا اعرف فرنساوي، كويس بس يعني الناس بتعمل الحمد لله. فان شاء الله ان شاء كويس الله يعني الواحد متوقع السنه الجايه يكون ترجمنا 5 6 لغات كمان باذن الله، واحده واحده ان شاء الله كويس، هتبدا تنتشر باذن الله يا دكتور. وألف يا شكر ريت يا لحضرتك، ريت، وألف شكر للناس أهلا فريق بيم بيك، عربية. الله يكرمك أهلا أستاذ، بيك، الله بيم يكرمك، الكول، الله بيم يكرمك، أريبيا كلهم، الله يكرمك، ومجهود موفق إن شاء الله منك ومن الاستاف ومن الفريق كله، الله يكرمك. إن طاقم شاء الله محترم، أنتم كلكم محترمين، يعني جزاكم الله كل خير يعني على اللي أنتم الله، بتعملوه. ألف شكر يا دكتور، الله يكرمك، ماشي يا دكتور، متشكرين، الله يلا مع يكرمك، السلامة. الله يسلمك.